بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدي الكرام، وسعد الله مساكم كل خير في حلقة جديدة من برنامج الجلسة اللي عودناكم أن يكون معكم كل مساء اثنين في العاشرة والنصف. يجمعنا بكم ساعة ونصف قادمة من مشيئة الله، حديث رياضي منوع مفصل عن الأحداث الرياضية التي تحصل في رياضتنا السعودية، مع ضيوف مميزين كعادة برنامج الجلسة في استضافته دائما المميزين من الضيوف في طرحهم وفي نقاشهم الراقي والمعتدل للمتلقي والمشاهد المتابع للرياضية السعودية عبر شاشتها الأولى. دائما عودناكم بالطرح المتزن فيما يطرحه ضيوفنا من آراء، ونتمنى إن شاء الله اليوم تكون الفائدة والمتعة الهدف الأساسي من برنامج الجلسة مع ضيوفنا الكرام. تحية مني محدثكم علي الشيري ومن طاقم الإعداد الزملاء عبد العزيز الناجي والزميل صالح المرشد ومخرجنا الزميل نايف شليل. نتمنى إن شاء الله في العمل الفني أن نقدم لكم ما يرضيكم خلال الساعة والنصف، والباقي في نقاشنا مع ضيوفنا الأفاضل هم اللي يمتعوننا ويقدمون الفائدة فيما يقدمون وما يطرحون وإجاباتهم على محاورنا المطروحة من قبل طاقم الإعداد. نرحب في ضيوفنا بداية بالإعلامي الرياضي سلطان رضيف، حياك الله سلطان. أهلا وسهلا فيك. يا مرحبا، نورنا بوجودك وجود الأخوان. الله يحييك. أيضا الإعلامي الرياضي عبد الله الفرج، حياك الله عبد الله، نورنا. الله يحييك، رحب فيك ورحب في السادة المشاهدين وزملائي. يا مرحبا. إضافتنا اليوم أيضا المميزة الأخرى على إضافة الزملاء المميزين الأستاذ مصلح المسلم رئيس نادي نجران، حياك الله أستاذ مصلح. الله يحييك علي، سعيد بتواجدك معنا في برنامج. سعيد تواجدي معكم، سعيد تواجدي مع الزملاء، إن شاء الله تكون حلقة إن شاء الله بمشيئة الله بإذن الله تكون تضيف الشيء الكثير للمشاهد الكريم. حياكم الله. نرحب فيكم مشاهدينا الكرام، ساعة ونصف قادمة من مشيئة الله في نقاش رياضي منوع، سيكون هناك محاور بمشيئة الله سنطرحها بعد فترة المساحة الحرة اللي حددناها مع ضيوفنا للحديث عما شاءوا من محاور في بداية الحلقة. لكن خلوني في البداية في خبر اليوم، طبعا حيث أعلن الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم عن توقيع اتفاقية شراكة تسويقية مع شركة صلة لمدة 4 سنوات وبقيمة 12 مليون ريال سعودي على الموسم الواحد. جرت مراسم توقيع العقد في العاصمة الرياض بحضور سعادة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي الأستاذ عادل عزت ورئيس مجلس إدارة شركة صلة الرياضية راكان بن حسين الحارثي. وستتولى الشركة بموجب الاتفاقية تسويق وتقديم خدمات الرعاية لدوري الدرجة الأولى، حيث تأتي هذه الاتفاقية دعما لاستقرار الأندية ماليا لتحقيق أفضل النتائج والمستويات. نتمنى إن شاء الله أنه توفيق إن شاء الله لمثل هذه الاجتماعات والاتفاقيات لرقي رياضتنا السعودية، سواء الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو الدرجة الممتازة والارتقاء بأنديتنا السعودية. خلينا في البداية نبدأ معك أستاذ مصلح، اليوم كان عندكم اجتماع لتوقيع هذه الاتفاقية، تحدثنا عنها أكثر. والله شوف، الاجتماع اليوم كان بسعادة رئيس الاتحاد الأستاذ عادل عزت الحقيقة، وأمين عام الاتحاد السعودي الأستاذ عادل البطي، طلب من اللي هو رؤساء الأندية، لأن الموسم اللي مضى كان فيه مبلغ 1 مليون ريال من الاتحاد السابق برئاسة أحمد عيد الأندية، الموسم هذا ما حصلنا عليه، اللي هي الزيادة كانت في عقد الام بي سي، فأقروه هم في طبعا في اجتماع الجمعية العمومية، بس انه ما اقر على الاوراق. فالحقيقة اليوم كان اجتماع مع الاستاذ عادل عزت، اللي بكل صراحة يعني نقدم له الف شكر على كل اللي اليوم وجدناه منه من حفاوة ومن تقدير، ايضا تكفله الاتحاد السعودي بالمليون هذا، بما انه ما كان مثبت من الاتحاد السابق، والرجل يعني قال انا اتكفل بال 16 مليون هذه الأندية مساعدة لأندية الدرجة الأولى، وهذه ما هي بغريبة عليه. وأيضا كان فيه بشرى اللي هو اليوم احنا ما حضرنا، بس من خلال الاجتماع اليوم انهم راح يوقع مع الشركة الراعية لدوري الدرجة الأولى ب 12 مليون اللي هو وعدنا فيها في برنامج الانتخابي الأندية الدرجة الأولى، اللي هي 900 ألف لكل نادي الموسم الرياضي. وهذا حتقدم لكم شيء كثير طبعاً، حتفيدكم. الرجل أكيد يعني الرجل هي 700 ألف، 200 ألف قال إذا إحنا نتكفل فيها، يعني لا تفكرون مثلاً
احنا بالنسبة لنا قلنا لكم 900,000 وبعدين هذه 900,000 بإذن الله بداية الموسم تأخذون 450 مع منتصف الموسم تأخذون 450. والحقيقة إلى الآن بكل أمانة الرجل يعمل على الجدول الانتخابي اللي هو سواه ماشي به حسب المتفق معه بالنسبة لنا كأندية الدرجة الأولى. اللي أنا شايفه بصراحة فيه تفاعل كبير من الاتحاد السعودي، فيه هناك تجاوب لأي مطالب عن طريق الأستاذ عادل عزت. فاليوم بصراحة احنا كنا جايين ويعني ما كنا يعني مأملين بكل الحقيقة، يعني حتى انه بانين على المليون هذا، تعرف نهاية موسم عليك التزامات، تبغى تمشي مدربين لاعبين، فكنا متخوفين للأمانة. ولكن الحقيقة الرجل تكفل بها وقال أبدا ما دام الاتحاد السابق صرفها لكم، وفعلا كانت مصروفة من ضمن الأمور المالية اللي موجودة في المالية، تكفل بها قال هذه بتكون عبء علي أنا كاتحاد، ولكن ما دامت أنا أقرها بإذن الله. أيضا الرجل يعني بأمانة طالب منا إحنا أن يكون هناك اجتماع دوري، أيضا تفعيل الجمعية العمومية، أيضا توثيق الجمعية العمومية. يعني الاتحاد السابق أقر المليون، تقصد تفعيلها؟ تفعيلها أي، بس أنه الاتحاد السابق أقر المليون زيادة ولا فعله، وما أثبت في ضمن المحضر حق الجمعية العمومية اجتماع الجمعية العمومية. فالرجل طلب منا يعني بكل أمانة أنا أقولها على الهواء، قال شوفوا أنتم من حقكم كأعضاء جمعية عمومية أنه تصادقون، تطلبون من يصادق أو من يقر المحضر وتراجعونه وتحاسبوننا عليه. هذا المفروض، هذا المفروض. فالرجل مساكن الكلام اللي قاعدين قال خطير، أنه شيء طرح تم الموافقة عليه وغيب في نعم ما كان، هذا كلام خطير. ما كان اليوم المحضر طلب الرجل المحضر أمانة يعني، وطلب أيضا الأستاذ وليد عسيري من المالية، وفعلا كان هو صرف المبلغ بس إنه ما أقر في من ضمن البنود اللي في الجمعية العمومية أو من ضمن البرنامج اللي كان في الجمعية العمومية. فالرجل قال الآن أنا أقر لكم. أيضا أتمنى يعني لأي جمعية حتى أنا مسؤول منها، الرجل قال أنا مسؤول من الجمعية العمومية وموجود في الجمعية العمومية، لابد أنكم تطلعون عليها تصادقون عليها من تختارونه، وهذا ما حدث قبل كذا ما كان. وأنا أمانة للأمانة لازم تسوون الشيء ذا أنتم، هذا ممكن يكون يحسب علي أنا كرئيس اتحاد ولكن في مصلحتكم أنتم كأندية. فأنا وجدت أنا الحقيقة أول مرة أجلس مع الرجل كحوار نقاش حول أوضاع الأندية وعلى أمور الأندية. حقيقة أني أمانة يعني بكل تجرد فوجئت برجل يعمل يعني حسب برنامجه الانتخابي وحسب يعني الأولوية. يعني هو تكلم معنا قال أندية الممتاز ممكن ما هي محتاجة ماليا أو عندها دعايات، لكن مشكلتنا في أندية الدرجة الأولى والثانية والثالثة، وهذا همنا اللي إحنا جالسين نشتغل عليه. أيضا الملابس من ضمن الأشياء، ملابس الأندية 16 اللي بدوري راح تكفل بها شركة بإذن الله، وراح تكون الأندية جميعا، وهذه من الأشياء اليوم بعد خففت عليكم ميزانية أكيد ريال واحد في دوري الدرجة الأولى كثير. أعرف أن أندية الدرجة الأولى 5 مليون ميزانية كفاية لهم أكيد، لكن 3.5 مليون الميزانية حق الموسم الرياضي الواحد، 16 فريق كم تلعب جولة وين من الشرق للغرب للشمال للجنوب، يعني أطول ممكن يعني بصراحة يعني مرهق معاناة مرهق ومعاناة ومشوق في نفس الوقت. الآن لو ترجع لدوري الدرجة الأولى في تشويق أن أنت عارف من اللي بيصعد من اللي بيهبط، طيب يعني كلهم طيب قريبين من بعض، طيب هذا يبغى له اهتمام إعلامي يعني أكثر. تستحقون كل خير إن شاء الله ونتمنى لكم التوفيق. نجران وينه؟ نجران المركز الرابع الآن في دوري الدرجة الأولى، كيف أوضاعه؟ ممكن نشوف نجران الموسم الجاي ولا هذه صعبة شوي؟ في تنافس قوي في الدرجة الأولى. والله شوف علي أنا كلفت في النادي الموسم هذا سنة. تكليف لمدة سنة بسبب ظروفه هبوطه وبعض المشاكل اللي صارت في النادي، وجينا فوجئنا بكمية الديون الموجودة على النادي والمشاكل، أيضا عدم إعداد الفريق الإعداد الجيد بداية الموسم. بدينا بصراحة عمل كبير وجبار الحمد لله، يعني كان الشارع الرياضي النجراني
أي شخص يقابلني يقول أهم شيء ما تهبطون، خايفين من الهبوط، تكفون لا يهبط النادي، إذا هبط ما راح يرجع. صحيح. الأشياء هذه كانت هاجس. طبعا الحمد لله احنا اشتغلنا حسب الإمكانيات الموجودة لدينا، وفرنا جميع الرواتب لآخر شهر اللاعبين، المكافآت، لا يوجد أي التزامات، الحمد لله. ممكن الشهر هذا في تأخير فقط. عملنا على نحل بعض المشاكل بالذات اللي في الفيفا، في الاتحاد السعودي، في بعض المشاكل اللي موجودة علينا وكان فيها حكم حليناها. بدينا الدور الأول ما كنا جيدين بصراحة وكانت نتائجنا سيئة. الدور الثاني الحمد لله يعني تقريبا الآن خسارتين الدور الثاني، الباقي الحمد لله كله فوز، وعندنا 3 جولات، احنا المركز الرابع بإذن الله. احنا جالسين يعني حتى لو لا سمح الله ما صعد الفريق نعد الفريق الموسم القادم إعداد جيد. في فريق عندنا جيد يعني جدا، من أفضل الفرق اللي تلعب الآن في دوري الدرجة الأولى، مش مبالغة، بس أي فريق يقابلنا يعني وتعادل معنا ومثلا يقول والله احنا يعني في أفضل فريق لعبنا معه. فالحمد لله يعني نجران رجع يملك، نعم رجع لوضعه الطبيعي. طيب رجع يعني ها نفهم من كلامك هذا انه في امل ولا ما في امل؟ باذن الله كل شوف 3 جولات شوف واضح انه كانك تقول خلونا على الموسم الجاي. لا 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 انا ما اتكلم، انت انا مكلف سنه، انا اقول لك لا انا ما اتكلم عن الشيء. شوف في 3 جولات دوري الدرجه الاولى مجنون، صحيح كل شيء فيه ممكن، فز في الثلاث المباريات والمباريات الجايه راح تخدمك. فباذن الله انا متفائل خير ان شاء الله حتى المركز الثالث، اذا مثلا ما مكننا المركز الأول والثاني المركز الثالث احنا نحاول يعني احنا نلعب ملحق مع الأحداد أندية الدوري. جميل، بالتوفيق لنجران والجميع أندية الدرجة الدرجة الأولى، وإن شاء الله يعود مارد الجنوب إلى عهده اللي طبعا أمتعنا في لقاءاتها الماضية. طيب سلطان سريعا اخترت لنا موضوع. والله في موضوع لكن خلنا نبدأ في محاورنا، أنا ما بطول عليك يعني في موضوع وخلنا نبدا فيه. ما ودك تقوله؟ انت تقول لي سريعه وسريعه ما ينفع. طيب عبد الله في موضوع تبغى تتكلم عنه في دقيقتين قبل ما نبدا في محاورنا؟ والله يعني اذا كان ممكن يعني اي شيء، اي فرصه انا تتاح لي في اي مكان احاول اني اتكلم عن التعصب الرياضي. ممتاز. ويعني طبعا كل من يطرح عليه سؤال عن التعصب الرياضي يتكلم بطريقة كأنه هو الوحيد اللي ما هو متعصب والآخرين مثالية. مثالية أي نعم مثالية. أنا أقول التعصب الرياضي يختلف عن عشقك وحبك للنادي. صحيح. يعني الأخ مصلح نجراني وعاشق النجران، أنا نصراوي وأحب النصر، سلطان له ميوله، أنت لك ميولك. صحيح. الميول هذه ما لها علاقة بالتعصب. التعصب الرياضي اللي الآن يزيد يوم بعد يوم، اللي طويل العمر يسبب في تأجيج الفتنة ومليء بالإساءات للآخرين، هذه هي النقطتين، تأجيج الفتنة والإساءة. تشجع ناديك بس لا تعرض للأندية الثانية. يا أخي شجع ناديك. صحيح. وقل آراء يعني آرائك ومتاح، كل شيء متاح لك بدون الإساءة للآخرين. الآخرين وتهميشهم. صرنا نشاهد الآن يعني زملاء يتحدثون عن الأندية المنافسة لهم أكثر مما يتحدثون عن أنديتهم. يعني الطبيعي وشو أنك تتحدث عن ناديك. ناديك. أتكلم عن النادي اللي أنا يعني أميل له وأسعى إلى إبراز بعض الأشياء الخطأ فيه وبأسلوب مهذب لطيف يقبلها المسؤول علشان يعدل ويصلح. صحيح. لكني أغلب اللي نشوفه تلقى هلالي ما يتكلم إلا في النصر، نصراوي ما يتكلم إلا في الهلال، اتحادي مشغل نفسه بالأهلي، أهلاوي راح وقته في الاتحاد. وترى هي ظاهرة عالمية يعني التعصب، حتى لو بالمفهوم هذا مو بمفهوم إنه الإساءة للآخرين. أنا أبغى الإساءة. شوف أنا دائما ترى هذا ما حد يقبلها أبدا. في ناس تعتقد لما تيجي تقول رأيك والله النصر كذا أو الهلال كذا يقول يا أخي أنت متعصب. أنا لما أتكلم عن النادي بشيء المحبة المحبة ما لها علاقة بالتعصب. وش التعصب؟ أن تقول رأي يعني الأبيض خليها أسود. صحيح. التعصب الأعمى، كلمة تعصب أعمى يعني أن لا تقول الحقيقة، شيء يخالف الواقع، هذا شيء. لكن الخروج عن النص عندما يكون في إساءات أسيء المسؤول. ليش أسيء المسؤول؟ يعني الإنسان له كرامته وله احترامه، إنسان خدم. صحيح. خدم يعني خدم
ناديه خدم وطنه، خدم منتخب بلده، سواء لاعب او اداري او 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 رئيس نادي او ايا كان او مدرب. وهذه اللي اصبحت الان ظاهره، هذه ظاهره ولا بد انها تعالج صراحه. صحيح. يعني وفي جهد الان مبذول له فتره يعني مبذول على محاربه التعصب في يعني نشاطات و، لكن يا اخوي علي كثيره اذا ما تضرب من البدايه بيد من حديد انت ما صلحت شيء. في موضوع التعصب بالذات لانه استفحل خلال سنوات والناس كانت يعني صامته، عن الصمت يعني كان مذهل المجتمع بشكل عام، انه في اشياء قاعده تصير عيني عينك وعلى الشاشه وما في اي رده فعل عليها، هذا خطا. الان لجنه التعصب حتى اللي تم اقرارها من ما يقارب اسبوع، اي لجنه من قبل يعني اسبوع، يعني هم ما يشوفون اللي احنا نشوفه، احنا نشوف الشاشات ونشوف اللي قاعد يصير فيها. يفترض انه في قرارات سريعه وحاسمه على اساس ان اي احد يعتقد بان وجدت لمجرد وجودها، لا، هي وجدت لتهذب الاعلام مما يحدث فيه. ترى احنا، وانا متاكد ان الاستاذ عبد الله يشعر بما يشعر فيه، احنا كاعلاميين لما نشوف اللي قاعد يصير ترى يحزننا كثير، ويحزننا ان في زملاء عشنا معهم سنين. صحيح. وبيننا وبينهم يعني تواصل ومحبه وعلى قولتهم يعني عمل ميداني طويل، فلما تشوف هل هالامور تحدث منهم هذا شيء يحزننا احنا، وفي نفس الوقت يعطي صوره غير صحيحه عنا. يعني احنا ندخل مجالس وموجودين في المجتمع، لما يعرف انك انت اعلامي وفي الرياضه يقول ايه انتم يا الرياضيين وانتم يا الاعلام الرياضي وانتم فيكم سبب تعصب وانتم اصبح نعم يشكل نظره سلبيه. فاصبح لنا نظره سلبيه يعني سيئه جدا جدا بسبب قله يفترض انه يتم يعني اصدار قرارات رادعه فيها. في نقطه مهمه علي بالنسبه لإيجاز عبد الله. إيجاز طبعا الان الشباب، شريحه الشباب واللي اقل من الشباب اللي هم طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوي، يعني الانشغال بالرياضة والاهتمام بالأندية يشمل الجميع، صح ولا لا؟ صحيح. لكن وأنا معلم، يعني أقول كلام، وأنا معلم ما أشوف في مناهجنا ولا في التعليم يعني ما هو مخصص لتوعية الطلاب بهالجانب نهائيا. وهذه دعوة لمعالي الوزير، ولو بشكل غير مباشر، يعني من خلال بعض المواد مثل القراءة أو الشيء اللي ممكن أنك أنت توجه من خلالها رسائل غير مباشرة يتشربها الطالب ويفهم الرسالة بشكل إيجابي أكثر. كرة القدم الآن يعني أكبر عنصر جذب للطالب أنه يجي المدرسة، صح ولا لا؟ صحيح. فلذلك ما في مشكلة أنه في المناهج معلمين التربية البدنية كلهم شيء معين، معلم الصف، المواد الأخرى، يعني يكون فيه يعني دراسه لهالجانب للتوعيه جيل قادم، جيل قادم. صحيح. تتكلم عن موضوع خطير، يعني ينشا الطفل وهو في صراع مع منافسينه ويردد ما يحدث في التلفزيون. طيب اتمنى ان شاء الله انه تحسم مثل هالجدليات اللي اصبحت في وسطنا الرياضي يعني كثيره، واصبحت الانتماءات الان حتى على حسب ميول الشخص. انت هلالي معك يعني الهلالي مع الهلالي، والنصراوي مع النصراوي، والاهلاوي مع الاهلاوي، والاتحادي مع الاتحادي، وسق على بعض الانديه، الكثير من الانديه الموضوع هذا. يجب ان ننظر بعين واحده، احترام المنافس، احترام الرياضه، حتى الرياضه يصبح لها طعم مختلف، مو بالطريقه هذه انه والله اسفل او اتكلم او اغلط او اسيء الى كيانات ثم نقول والله هذا عشان حبا في نادي، لا، بالعكس، احترام الاخرين مطلب ضروري، وهذا اللي يخلي رياضتنا ان شاء الله ترتقي يعني الى مصاف عاليه، ومصاف الانديه العالميه بالاساليب المستخدمه بهالطريقه. نروح الى محاورنا المختاره اليوم من قبل اعدادنا الزملاء عبد العزيز الناجي وصالح المرشد، نشوف المحاور ونرجع نستكمل الحوار مع ضيوفنا. محورنا الأول حيتكلم عن معسكر المنتخب السعودي، حيث بدأ إعداد برنامج خاص لمواجهة أستراليا. محورنا الثاني سيكون عن انتخابات النادي الاتحاد السعودي الإلكترونية وأثرها على اختيار الرئيس.
والمحور الأخير رغبة رئيس نادي النصر في الاستقالة من رئاسة نادي النصر. على بركة الله نبدأ في محورنا الأول عن معسكر المنتخب السعودي اللي يستعد لمواجهة مهمة وحاسمة بمشيئة الله ستكون من نصيب الأخضر السعودي أمام منتخب أستراليا، هي يعني بعد فترة لكنه من الآن يستعد لهذه المواجهة في بثلاثة مراحل، حيث حدد الجهاز الفني المنتخب السعودي الأول لكرة القدم البرنامج الإعدادي الخاص بمواجهته القادمة أمام منتخب أستراليا في 8 يونيو ضمن مباريات الجولة 8 من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018. وتم تقسيم الاستعدادات على 3 فترات، الأولى معسكر داخلي في مدينة الرياض من الفترة من 10 و17 من شهر مايو، وفي الفترة الثانية سيقيم الأخضر معسكرا خارجيا في مدينة فرانكفورت الألمانية في الفترة من 20 إلى 27 من شهر مايو. وستقتصر كلا الفترتين على اللاعبين الذين لا يرتبطون بأي مشاركة مع أنديتهم بعد نهاية دوري جميل السعودي للمحترفين ودوري أبطال آسيا. وفي الفترة الثالثة سيقيم الأخضر معسكرا خارجيا في مدينة أدلايد الأسترالية، وسينطلق في 31 من شهر مايو بانتظام لاعبي الأندية المشاركة خارجيا، وسيكون بمثابة الإعداد الأخير الذي يسبق مواجهة أستراليا. يذكر أن إدارة المنتخب أرسلت للأندية القائمة الأولية للاعبين المشاركين للمشاركة في المرحلتين الأولى والثانية على أن يتم إعلان القائمة النهائية المشاركة في الفترتين الأولى والثانية في الأول من شهر مايو القادم. بالتوفيق إن شاء الله لمنتخبنا، حيث غادر مدير المنتخب السعودي الأول زكي الصالح ومساعد المدرب رول كومانس لمدينة أدلايد الأسترالية لتفقد والتجهيز لمعسكر المنتخب قبل مواجهة أستراليا في 8 يونيو المقبل. منتخبنا السعودي تقدم 5 مراكز في تصنيف الفيفا ليصل إلى المرتبة 52 بدل من المرتبة 57 التي حل بها الشهر الماضي. ويعني انتصارات المنتخب السعودي أمام تايلاند والعراق هي من جعلت المنتخب السعودي يتقدم حتى المرتبة 52، وهذا إن شاء الله يعطينا دفعة معنوية لمبارياتنا القادمة. أيضا هناك دعم من الاتحاد السعودي لكرة القدم للاعب المنتخب السعودي، حيث أودعوا مبلغ 100,000 ريال في حسابات اللاعبين، طبعا هي مكافأة الفوز على تايلاند البالغة 50,000 ريال والعراق 50,000 ريال، وإن شاء الله تكون هالمكافآت دعم لمعنويات اللاعبين يعني إعطائهم دفعة معنوية قوية لمباراة أستراليا لأنها مفترق طرق في المرحلة القادمة. سلطان، هذا المعسكر كيف تراه على 3 فترات مبكر طويل، أهمية المنتخب السعودي في المرحلة القادمة؟ والله شوف، كلنا يعني لا شك أن نتفق بأن المنتخب السعودي خلال الفترة الماضية قدم يعني نتائج إيجابية ورفع مستوى يعني التفاؤل إلى للتأهل لكأس العالم 2018 في روسيا. وفي نفس الوقت يعني يمكن سبق ان احنا تكلمنا في الموضوع هذا استاذ علي باني يعني في هذا الوقت حتى لو لم اكن معه فلا بد ان اكون معه. المنتخب السعودي الان يحتاج منا كل الدعم والوقوف معه، ويعني محاوله تهيئة الأجواء والبيئة الإيجابية اللي تساعد أيضا لعيبة المنتخب أن يشعرون بأن المجتمع كله يصفق لهم ويدعمهم ويقف معهم. كنت شايفها في المرحلة هذه؟ نعم، أنا شوف المرحلة هذه من متطلباتها الوقوف مع المنتخب السعودي. المرحلة هذه والمراحل السابقة يعني يمكن حتى لا يمكن عشان النتائج الحين لا يعني يمكن شمينا ريحة كأس العالم فقمنا يعني انتفاع. لا خلني أرجع لك إلى حلقات سابقة، كان في انتقاد على المعسكر اللي كان في أبو ظبي كذا، وكنت أنا أقول يعني بالعكس يفترض ألا ننتقد أبدا مثل هذا العمل، لأن المدرب يرى بأن مثل هذه المعسكرات لها نتائج إيجابية تنعكس على اللاعبين. وسبق وتكلمنا في ذاك الوقت قلنا بأن المنتخب السعودي في فترات سابقة جربنا المعسكرات القصيرة وجربنا الانتظام قبل المباريات ب3 أو 4 أيام حسب النظام العالمي المعمول فيه، ومع هذا لم يحقق نتائج إيجابية ولم تكن يعني لها فائدة، وكان مدربين المنتخب أنفسهم يعني يعانون ويشتكون من عدم
يعني تجهيز اللاعبين او عدم انسجامهم او عدم وجود التجهيز اللياقي المناسب لهم. وكل مدرب للمنتخب السعودي كان ياتي وكان يطلب ان تكون هناك معسكرات طويله وعلى فترات دي يعني خلنا نقول ايجاد التوليفه المناسبه وفي نفس الوقت الاعداد اللياقي. بس احنا نعرف انه مارفيك يعني من المدربين اللي يبحث دائما على الاستقرار، تشكيلته ثابته، التغييرات نادر ما تشوف تشكيله فيها اسم او اسمين، دائما يبحث على الاستقرار. لكن انت يعتقد انه المعسكرات اي بس انت لو تلاحظ ان الدوري خلال الفتره الاخيره في لعيبه كثير اصيبوا وفي 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 لعيبه قد يغيبون عن المنتخب في المباريات القادمه، فبالتالي يجب ان يكون هناك البديل الجاهز، ان المرحله القادمه مرحله حسم، يعني ما فيها خيارات ثانيه، اما تتاهل او لا تتاهل، والمنافسين امامك اليابان واستراليا وكلها منتخبين يعني لا يستهان فيهم ولا يستهان بنتائجهم. ايضا المنتخبات اللي موجوده في مجموعتك لن تستسلم ببساطه يعني، ولن ترضى بنتائج غير ايجابيه حتى لو لم يكن هناك يعني امل في التاهل. ايضا تلعب على اخر امل حتى اي بتلعب معك على اخر كاس عالم، ما هو فبالتالي حساباتك انت لازم تكون يعني حسابات يعني الفوز ولا بديل للفوز نهائيا، لان يعني نبغى نحسمها بيدينا ما نبغى نحسمها بنتائج الاخرين، لان فعلا المنتخب السعودي تعب خلال الفتره الماضيه وحقق نتائج ايجابيه جيده، اعاد الفرحه للمجتمع السعودي وللجمهور السعودي بشكل عام، وشفنا احنا كيف كان الجمهور السعودي في جده وكيف كان يعني خلف المنتخب في المباريات السابقه والفرحه اللي كانت موجوده. فبالتالي باذن الله ان المباريات القادمه يعني تكون افضل ان شاء الله من المباريات السابقه ان شاء الله. عبد الله، الفرحه دائما تنسي الشخص يعني ملاحظاته والانتقادات، وبالتالي احنا نقول نتائج المنتخب الجيدة الفترة الماضية واقترابها من التأهل إلى كأس العالم هي اللي خلتنا مثلا نتغاضى أنه والله إذا كان مثلا في تقصير، يمكن أنتم أخبر مني يعني الفترة الماضية كانوا هناك من ينادون ببقاء مارفيك، رحيل مارفيك هذا شيء خطأ وهذا ما أدري، في الأخير هدأت هذه الأصوات يوم شافوا النتائج مارفيك جيدة مع المنتخب السعودي. طبعا شوف يعني كرة القدم إذا ردت الفعل على أي تعثر، مثلا لو مثلا مباراة اليابان اللي خسرناها 2-1 لو مثلا اعتبرناها المباراة اللي كان فيها طرد لأسامة هوساو واللي بدت ركلة جزاء كانت غير صحيحة وصار ونرفزة من اللاعبين نواف العابد وكان في لخبطة، يعني لو بنحكم على مدرب مثلا من خسارة واحدة وعاطفة ونقول والله كذا وغيره وصار فيه تفاعل مع أي ردة فعل بقرار، يعني ما بقى في مدرب، ما وصلنا للي لا ما 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 بقي مدرب. وهنا نشوف الانديه ترى اغلبها رده فعل، يعني الانديه لما تغير في مدربين احيانا تشوف ثلاثه اربعه مدربين في موسم واحد، لكن في المنتخبات المفروض الاختيار اختيار مدرب يكون دقيق وغير الاختيار. طب المنتخب الوطني السعودي من الاشياء اللي كان يعني يعانيها، يعني يمكن يختار مدربين بشكل جيد، ممكن مثلا المدرب الهولندي ريكارد يعني كان مدرب اسم كبير صحيح، لكنه جاء في وقت البرنامج الاعدادي اللي جاء وقتها ما كان مناسب، البرنامج كان ضعيف جدا وسيء ودخل الاستحقاق اللي وقتها بشكل يعني متواضع فخسرنا. لكن مع مارفك يعني المدرب يعني صراحه يقدم يعني اداء جيد، وضع ثقته في لاعبين وصار فيه انسجام يعني واضح بينهم. يمكن انا عندي ملاحظات بعض الاشياء، يعني اشوف اسماء لاعبين يعني غريبه، يعني لاعبين يجون يتم ضمهم ويستبعدون. اليوم القائمه واللي طلعت اليوم او امس فيها اسماء لاعبين، انا والله مستغرب يعني ولا ادري هل بيستعين فيهم او لا، اسماء احتياط في انديتها مثل منصور الحربي، عبد الكريم القحطاني، يعني الا اذا كان يعني تحسب لشيء معين او الفتره الجايه بحكم انه ما في لاعبين عشان ظروف الاصابات الايقافات لبعض اللاعبين. حتى شوف الفتره الجايه يعني هي على ثلاث مراحل، المرحله الاولى ما راح يكون فيها اللاعبين اللي يشاركون مشاركات خارجيه، فيمكن استعان
حتى الأندية الكبيرة، مو كل الأندية الكبيرة يعني مشاركة خارجية، يعني عندك الفتح والتعاون من يمثلهم يعني في المنتخب، لكن عندك الهلال والأهلي، الأندية الأخرى زي النصر زي ما عندهم مشاركات، الشباب ما عندهم مشاركات. فيعني هذا ملاحظة بسيطة في النهاية، يعني لابد المدرب يعني تطرح فيه الثقة، طالما الآن صار على خط معين والنتائج إيجابية، يعني قاعد يقدم لك نتائج حلوة، نتائج ممتازة، والبرنامج اللي أعلن يعني برنامج جيد، أسبوع بعدين في الرياض، بعدين في ألمانيا راحة كم يوم، بعدين أسبوع في ألمانيا، بعدين في مدينة قريبة من مسرح المواجهة في أستراليا، وعندنا مباراة حاسمة اللي كانت في الرياض صارت في جدة مع اليابان. يعني إن شاء الله أننا متفائلين تفاؤل كبير، إن شاء الله أن المنتخب يكون في الموعد. المكافآت اللي ودعت في حسابات اللاعبين، فيه لاعبين يعني يمكن وضعهم طيب، لكن فيه لاعبين متأخر رواتبهم في أنديتهم شهور كثيرة، صحيح بتكون يعني دفع لهم. نتمنى إن شاء الله لمنتخبنا التوفيق إن شاء الله، والعودة إلى يعني مكانه الطبيعي، مكانه الطبيعي فعلا. الله يوفقهم اللاعبين منتخبنا. وأستاذ مصلح معسكر، إيش رأيك فيه استعدادات اللاعبين اللي قاعد يقدم المنتخب السعودي الآن؟ والله شوف، الفترة هذه لابد الجميع يقف مع المنتخب، يقف مع مدرب المنتخب، مع اللاعبين، يعني نبعد عن أي ظروف خارجية، انتماءات، عن أي تعصب ما تفضل الأخوان. الفترة الحالية لابد نكون كلنا فريق واحد، إعلاميين، لاعبي منتخب، رؤساء أندية، جماهير، كلنا نكون فريق واحد من أجل مصلحة وطن، مش مصلحة أحد أو شخص معين، أو إنجاز مثلا يحسب لفلان أو علان، هذا إنجاز للوطن وطني. وإحنا بصراحة يعني محتاجين الفرحة، محتاجين لعودة فرحة الشارع الرياضي. صحيح. يعني لنا سنوات من تحقيق البطولات الخارجية سواء على مستوى الأندية أو على المنتخب. فأعتقد الفترة الحالية الانتقادات، ضموا فلان، جابوا فلان، معسكر طويل، هذه نهدت شوي. إيه؟ الأسماء أكيد ما عاد فيه مثل أول، يعني لا لا شوف، فيه مع الأسف فيه بعض الأحيان أصوات نشاز. إيه نعم. فإحنا بالنسبة لنا الفترة هذه إحنا نرى مثل ما قلت نشم كأس العالم بصراحة. صحيح. مباراة الأستراليا مفترق طرق، الشمس صار تهمة، الشمس صار تهمة، لا لا مو شم شم بخاري، لا لا هذا شم كاس، لا هذا شم كاس العالم، ما ندخل في ذلك يا سلطان، تروح تقول تعصب شلون، قلت شيء سلطان رجعنا التعصب هذه، لكن يلا نواصل تحملوا هذه. ففي الحقيقة الأشياء هذه كلها، حتى مسألة شم وما شم والأمور هذه، أنا يمكن أضطر ما تكلمت مع الأخوان بالتعصب، مع الأسف يعني صراحة زاد بشكل يعني كبير عن حده أمانة، يعني يبغى له لازم صحيح حسم، ولازم إيقاف ناس كثير، ولازم يكون في هناك عقوبات قاسية على أساس، والله العقوبات الرادعة هي اللي ممكن نعم هذه الأشياء دي. فمنتخبنا وطننا عندنا أهم من أي شخص كان، وفي الفترة الحالية والوقت الحالي لابد الجميع بما فيهم رؤساء الأندية، اللاعبين، الإعلام، الجمهور، كلنا نكون في مركب واحد، كلنا نبحث أنه بإذن الله علمنا يرتفع في روسيا. والإنجاز صدقني أنه لجميع رجالات الوطن. صحيح. ما هو بالشخص معين، لا الاتحاد السعودي ولا الهيئة العامة رعاية الشباب ولا هذا، للوطن كله، هذا يحسب للوطن. أنا لما يرتفع علمي في روسيا يعتبر مفخرة لي أنا كابن وطن. فأتمنى من الجميع في الفترة الحالية أن نقف جميعا صف واحد، وأنا أقول لك يا من الآن بإذن الله نعدي أستراليا يا مفترق طرق، بإذن الله أن التأهل راح يكون من نصيب، ولو أنها مباراة صعبة أكيد أستراليا وعلى أرضهم، بس بإذن الله نرجع لنا قادرين عليها، هم قادرين. إحنا قاعدين نشوف حتى اللاعبين مختلفين بصراحة، يعني مع المنتخب تحس أنهم كانوا في نادي، كانهم مع بعض لهم فترة طويلة، في تناغم، في تجانس. هو طريقة التعامل مع اللاعب، إذا يعني دائما نقول بأن عندما تتعامل مع اللاعبين بشكل إيجابي لا يمكن أن اللاعب لا يقدم مستوى. صح. أنت هيئ البيئة المناسبة للاعب، أعطي اللاعب ما هو يعني واجب عليك، يعطيك اللاعب ما هو واجب عليه. إحنا في فترات ماضية ترى كنا نصور المنتخب كأنه مهمة صعبة، المنتخب مو مهمة صعبة، بالعكس أنا أشوف أن يعني لما أنت تأخذ أفضل لعيبة الموجودين عندك
ويتواجدوا في المنتخب، هذا اعتقد بان يعني يعطي مهمه اللاعب تكون يعني اقل صعوبه من مهمته مع نادي، لان نخبه اللعيبه مو موجودين معه، فبالتالي طريقه التعامل مع اللاعب لها اثر ايجابي كبير جدا جدا. يمكن حتى من ناحيه المكافآت، يمكن لاول مره تعلم ان المكافآت تم ادخالها في حسابات اللاعبين. صحيح. وتحديدها بالرقم، وهذا انا اعتبره شيء ايجابي، لان ايضا هذا يعطي يعني صوره للمجتمع بان المنظومه كلها تعمل لمصلحه هذا المنتخب وتؤدي الواجب اللي مطلوب عليها. جميل، بالتوفيق ان شاء الله لمنتخبنا، مباريات هامه ولقاءات هامه، ومعسكر ان شاء الله يكلل بالنجاح في الفتره القادمه لملاقات استراليا، المباراه الهامه مفترق طرق بمشيئه الله. نبارك لبعض ان شاء الله بعد استراليا وتجاوز منتخب استراليا ومباراه اليابان القادمه. نروح الى محورنا الثاني، انتخابات الاتحاد، نادي الاتحاد السعودي الالكترونيه التي اقرت من هيئه الرياضه السعودية وأثرها على اختيار الرئيس في الفترة القادمة، وهي لأول مرة تحدث في أنديتنا السعودية، حيث قررت الهيئة العامة للرياضة عدم تمديد فترة رئاسة المهندس حاتم باعشن بمنصب رئيس نادي الاتحاد، والقيام بدلا من ذلك بإجراء انتخابات إلكترونية يتم تطبيقها لأول مرة على الأندية السعودية، وستوضع ضوابط محددة إلكترونية التي سيتم إجراؤها وفق مواعيد محددة وآلية جديدة. سيتم فتح باب الانضمام إلى العضوية في جميع مناطق المملكة لمدة لا تقل عن شهرين في حالة الحاجة إلى مدة تزيد وفي حالة الحاجة إلى مدة تزيد على 3 أشهر لإجراء الانتخابات. يتم تكليف إدارة مؤقتة لتسيير أعمال النادي بعد انتهاء فترة تكليف الإدارة الحالية نهاية شهر رمضان. وفقا لصحيفة الرياض، فإن جماهير الاتحاد تترقب ما سيعلن عنه بخصوص الوضع في النادي، خاصة أن الجماهير تترقب قرارا تاريخيا يعيد الأمور إلى نصابها بعدما وصلت الأمور في الاتحاد إلى مستوى الأزمة بسبب تراكم الديون الداخلية والخارجية. من جهته، كشف المهندس حاتم باعشن يوم الخميس الماضي 13 أبريل عن مستجدات الوضع المالي وملف الاستثمار في نادي الاتحاد، وذلك في مؤتمر صحفي نهاية الموسم. أستاذ مصلح، كيف نقرأ هذه الانتخابات الإلكترونية اللي أول مرة تطبق على الأندية السعودية، وكيف تراها يعني خطوة جديدة وفي صالح الأندية السعودية؟ والله شوف، أولا إدارة حاتم باعشن بصراحة إدارة يعني عملت في الاتحاد، كان الله في عونها فعلا، جاءت في فترة صعبة، جاءت في فترة صعبة، مديونيات كبيرة، هددوا بالهبوط. صحيح. مشاكل في الفيفا، سحب 3 نقاط، ومع هذا بصراحة يعني مشكورين انهم ما وصلوا يعني وحققوا بطولة كأس ولي العهد، والحين نفسهم على المركز الثاني او الثالث في دوري جميل. لو في فريق اخر غير الاتحاد صدقني انه ينهار وراح ممكن. صحيح. صحيح. يصل الى ممكن حتى الهبوط، ولكن ادارة واعية، ادارة قدرت انها تعمل على حل المشاكل والازمات. بالنسبة للانتخابات، أعتقد أنها راح تكون حدث كبير ونقلة نوعية للرياضة السعودية، جديدة علينا. نعم، جديدة علينا، وإذا طبقت بالطريقة اللي الهيئة وضعت لها من الضوابط اللي راح تعمل بها، أعتقد أنها راح تحدث نقلة نوعية كبيرة للانتخابات في جميع الأندية السعودية، وبذلك راح يعني حتى الأندية الأخرى راح تطبق فيها الشيء هذا. أيضا ضف إلى ذلك أنه راح يكون في دخل مالي كبير للنادي حسب الآلية اللي موجودة، حسب ما سمعنا المبلغ والأرقام اللي راح تدخل خزينة النادي، وهذه بصراحة راح تكون يعني من مشاركة الجماهير مثلا في الاختراع، مشاركة الجماهير هذه سابقة بأمانة، يعني بيكون فيها صدى كبير، والآن الجمهور هو اللي يختار الرئيس. نعم، الجمهور اللي يختار الرئيس، فأعتقد أن الحاجة هذه إذا طبقت على اللي احنا نسمعه واللي احنا شايفينه، اعتقد راح يكون حدث كبير، وباذن الله انها تنجح، وباذن الله ان الاتحاد يعود الى مكانه الطبيعي وتحل ازمته وتحل ديونه، لان الحقيقه المهندس حاتم عشان يستاهل كل خير، رجل تعب وعمل. صحيح. ايضا المرحوم الله يرحمه احمد مسعود، فاعتقد ان الشيء ذا بيكون، انا في وجهه نظري من خلال ما شاهدت من الجمعيات العموميه اللي موجوده في الانديه السابقه، بصراحة شيء يعني مخجل أمانة، يعني كل شخص يروح
يسدد عن 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 صاحبه وهذا يسدد، يمكن اجيبك اجيب 10 20 30 واسدد عنهم انا، شفت كيف مبالغ يعني بسيطه على اساس انك تجي تصوت لي. سويت هذا سويت لا والله انا اشوف الحمد لله بامانه كان دائما الاعضاء يزكوني يعني بكل امانه، ما كان في عندنا الشيء هذا، ولكن ما ادري احنا تكليفي بينتهي ممكن يصير في الفتره الجايه، فاعتقد ان الاشياء هذه بتحد من الامور هذه. ترى ما فيها حرج الانتخابات كل شيء فيها اي ما هي بحرج، بس جايز. شوف الاجدر اللي تكسب العبه يعني. اي بس الاجدر يطول العمر مثلا انت الاجدر شفت كيف، وبس ما انت مقتدر مثلا طيب، في او مثلا اكثر يعني تملك فكر ولكن لا تملك المال. يجي واحد يطول العمر يسدد ويجيب له ناس ويجيب له صحافه واعلام ويوقفون معه ويسوون، وجاء واخذ النادي طال عمرك وبهذل النادي وديون ومشاكل وطلع، وهذا اللي احنا لحظه اللي موجود في الانديه الان. هذه ما راح تكون الكترونيه، هذه فلسفه الانتخابات. لا لا لا، لان الانتخابات لا تاتي بالصالح دائما، لان العدد بالصالح. العدد في الجمعيات العموميه في الانديه يعني كم، 400 300 شخص 400 شخص، سهل انك تسيطر عليهم وتدفع عنهم صحيح. ولا تجمعهم وتفوز بالانتخابات. لكن في وضع الانتخابات الالكترونيه يعني اذا ان شاء الله صارت حدث واقع، وانا اتمنى انها تنجح، لانها يعني يمكن طوق النجاح لنادي الاتحاد ولكل الانديه. كل الانديه يعني صحيح. تتكلم عن 1000 ريال 1000 ريال رسوم عضويه ويستطيع عضو النادي هذا المشجع هذا انه يسدد الرسوم وينتخب الرئيس اللي ويشارك حتى في القرار فيما بعد من اي مكان، يعني ناديه مثلا في جده ممكن محب نادي الاتحاد في الرياض في شمال في شرق في اي مكان، وهذه بتفتح مجال لعضويه يعني عشرات الالاف من المشاركين. طبعا يعني في بعض انا من خلال ردود الافعال اللي يتكلم انه والله مثلا شريحه الاتحاد ما يقدرون يدفعون مشجعينها 1000 ريال، انت ما تتكلم عن انه جميع مشجعي نادي الاتحاد انهم مطالبين يدفعون. ليش حددت بس جمهور الاتحاد؟ بالعكس جمهور الاتحاد عاشق لهذا الكيان يدفع. لا انا قلت الاتحاد لان لا معلش عفوا انا قلت الاتحاد لانه هو الان المعني بالامر. بيتضح ترى بيتضح الفتره الجايه ان نتكلم عن نادي الاتحاد الان. انا شفت تقارير تلفزيونيه تتكلم مشجعين يعني يقول والله انا ما اقدر ادفع او كذا. لا انت ما تاخذ مثلا عينه وتحكم على البقيه. في نادي الاتفاق نجحت التجربه، كانت الرسوم 1000 ريال، ما كانت انتخابات الكترونيه صحيح، لكن كان في مشاركه كبيرة جدا ومشجعه. فيعني الموضوع يعني اللي يتم تداوله الان. طيب ما راح يكون في عبد الله يعني واسمح لي يعني بهالسؤال اكيد اي واحد بيساله، اي مترشح بشتري لي اصوات ويلا. ما يقدر الحين وانتخبوني انتم. ما يقدر. شوف اخوي علي، في الزمن الماضي من اجل ان تشترك وان ترشح لازم تحضر الى النادي، وهذه يمكن صعب على واحد موجود في الجنوب وفي الشمال وفي الشرق انه يسافر بالطياره الى جده عشان يحضر ساعه وينتخب ويمشي. ظروف الناس كلها ما يسوى، ولا يمكن انك انت بتجيب 100,000 في ساعه واحده وبيحضرون في النادي 100,000 وبيصوتون. يعني بالواقع وبالمنطق يقول لك هذا يعني كلام فاضي، لا يمكن ان هذا يصير. يعني كان ممكن ان احنا نقول في وقتها قبل الـ 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 الانتخابات الالكترونيه انه المفروض ان مكاتب هيئه الرياضه في جميع مناطق المملكه ان تساهم في فتح صناديق الانتخاب والاقتراع للجمهور الموجود في اي منطقه من المناطق اللي المكاتب موجوده فيها، لان لا يمكن اني اطلب من اتحادي موجود في الدمام انه يسافر بالطياره الى جده على اساس ينتخب ويرجع. يعني هذا منطقيا يعني غير مقبول نهائيا. فالانتخابات الان الانتخابات الالكترونيه ستسمح لمن حتى ان شاء الله في الربع الخالي ساكن يستطيع ان يسدد الرسوم الكترونيا ويستطيع ان يشارك بالانتخاب الكترونيا ويستطيع ان يكون ان 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 يوصل صوته الى مقر النادي هو موجود في 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 مكان اللي هو فيه. الكلام هذا ترى يعني يفترض اننا نطبق من زمان جدا، ومسالتها سهله، ولكن احنا نقول دائما
بأن من يبدأ بالخطوة يجب أنه نصفق لها. الأمير عبد الله بن سعد يعني خلال السنتين الأخيرة لا يستطيع أحد أن يقول بأن لم يقدم عمل إيجابي خلال الفترة الماضية. ودائما الأزمات هي اللي تخلق لك النجاح، لأن الأزمة دائما يعني تعطيك حافز أنك أنت تفكر في الحلول المناسبة. نادي الاتحاد الآن يمكن الأزمة اللي مر فيها والمشاكل المالية اللي هو يعيش فيها والبحث عن الحلول للأزمات المالية هذه عجلت من الانتخابات الإلكترونية. ونتمنى أن الاتحاد اللي هو يعني يعتبر النادي التسعيني ومن أوائل الأندية السعودية التي تم تأسيسها ويحظى بأولويات كثيرة، أن يحقق الجمهور الاتحادي أولوية وسابقة في دعم ناديه، وفي تأكيد بأن الجمهور ليس يعني دوره أنه يهتف في المدرجات فقط. الجمهور يستطيع أن يساهم في دعم ناديه ماليا، يستطيع أن يساهم في صناعة القرار، يستطيع أن يساهم أيضا في محاسبة أي رئيس نادي. يعني تأيد هذه الخطوة، لأنك أنت عندما يا أخي هذا كنا نتكلم عليه من زمان، قلنا مجلس أعضاء الشرف هذا يجب أن يلغى تماما. كل مشاكل الأندية السعودية وكل مشاكل اللاعبين الآن اللي موجودة وكل مشاكل الديون بسبب أعضاء الشرف، لأن المجلس هذا صفة يعني موجود ويعطي عضو الشرف يعني حقوق كثيرة، وفي نفس الوقت هو بعيد عن طائرة القانون. لا تستطيع أن 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 أن, أن تعاقب هذا الشخص، لأنه يستطيع بكرة يقول لك والله أنا ماني عضو شرف، أنا تركت العضوية الشرفية، ولا تستطيع تعاقبه. تيجي تكلم النادي يقول لك النادي والله احنا ما لنا دخل في هذا، مو عضو شرف عندنا، واحنا نسمع على مدى 20 سنة أن هذا عضو شرف في هذا النادي، وفجأة أصبح مو عضو شرف. فبالتالي مجالس أعضاء الشرف هذه يجب أن تلغى نهائيا، وتفعل الجمعيات العمومية بشكل إيجابي، ويتم يعني تفعيل دور الجمهور بقوة لصناعة القرار داخل النادي، لأنه هو في النهاية هذه مؤسسة جماهيرية. ومع التخصيص، وأعتقد هذه، وإحنا نسمع على مدى 20 سنة أن هذا عضو شرف في هذا النادي، وفجأة أصبح مو عضو شرف. فبالتالي مجالس أعضاء الشرف هذه يجب أن تلغى نهائيا، وتفعل الجمعيات العمومية بشكل إيجابي، ويتم يعني تفعيل دور الجمهور بقوة لصناعة القرار داخل النادي، لأنه هو في النهاية هذه مؤسسة جماهيرية. ومع التخصيص، وأعتقد هذه يعني دخول الجماهير في صنع القرار في الأندية، أعتقد أنه تمهيد للتخصيص فيما بعد. ما هو أنت كيف تستطيع أن تقول أن هذا النادي جماهيري؟ كيف تستطيع أنت أن يعني أن تقول بأن هذا النادي يملك قيمة جماهيرية؟ وأنا أتكلم أقول لك قيمة جماهيرية من خلال الجمعية العمومية وعدد الأشخاص اللي مسجلين فيها، لأن هذا راح يكون رافد من روافد الدخل لهذا النادي أو لذاك. لما يكون أنا عندي 200,000 أو 300,000، هذه ثروة مالية، ثروة بشرية، ثروة يعني جماهيرية، حتى في مجال التسويق للنادي، في مجال يعني في مجالات كثيرة يعطي قيمة إضافية لهذا النادي. طيب، بس في نقطة مهمة لابد يعني طبعا بالنسبة لأعضاء الشرف، يعني أكيد أننا نتمنى أنه يكون الجمعيات العمومية مفعلة والجمهور له دور، لكن أيضا أعضاء مجالس أعضاء شرف الأندية قدمت وبذلوا من أموالهم وكان لهم دور في نشأة الأندية السعودية وفي دعم المنتخبات الوطنية وفي صحيح في ما أختلف النجوم معك. أنا لو بعدد لك أبرز نجوم المنتخبات الوطنية من ماجد عبد الله إلى أصغر واحد تلقى يتكلم عن عضو شرف اللي وقف معه وعضو شرف اللي، فلذلك هي مرحلة، يعني ممكن أن ننتقل من مرحلة إلى أخرى بطريقة تدريجية بدون ما يعني نمسح تاريخ مجالس أعضاء الشرف. ما مسحنا تاريخ، وكأنهم يعني أنا أقول لك مشاكلنا الحالية هي بسبب أعضاء الشرف. أنا رأيي ومجالس أعضاء هي قدمت شيء إيجابي في زمن ماضي، في ظروف ماضية، لأسباب ماضية أنتفت الآن. أنت عضو الشرف اللي رأس نادي ولا عضو الشرف؟ عضو الشرف، أنا أتكلم لك عن عضو الشرف. عضو الشرف أنا أتكلم لك عن مجلس اسمه مجلس أعضاء الشرف، له صفة معينة، لا أتكلم عن أشخاص.
إذا أنت عضو شرف إيجابي في غيرك عضو شرف سلبي. فأنا لن أقارنك أنت بذاك، أنا أقول لك المنظومة كمنظومة. أنا مجالس أعضاء الشرف هذه أبغى ألغيها خلاص، لأن وجود مجالس أعضاء الشرف يتنافى مع ألغيها بعد ما أن الأندية صارت في وضع آمن، ما ألغيها الحين وأنا ما أدري كيف. أنت مقبل على التخصيص الحين، لازم انك انت تفعل جميع الان. انت الان مقتنع ان التخصيص واقع وانه حل وان التخصيص بيكون طوق نجاح واضح، يعني عندك الفكره هذا خيار دوله الان. انت خيار دولة دقيقة. انت ما تقدر تقول يعني ممكن انك انت مقتنع هل نجاحها بشكل سريع ونقله سريعه سهل يعني؟ قد يكون. ليش تأخر من فترة طويلة إلى الآن؟ في دراسات احنا وحتى لو في اختيار نادي، حتى الأندية اللي تم اختيارها ووقع عليها الاختيار ممتاز يعني. لكن احنا ما نتكلم عن تاريخ التخصيص، احنا نتكلم بأن التخصيص أصبح أمر واقع سيطبق لابد وأصبح خيار دولة خلاص. يعني ما في والله نقول والله ممكن ينجح وممكن ما ينجح، لا لازم ينجح لأنه أصبح الآن خيار طيب سوف يطبق ولازم ان طيب اسمح لي يا سلطان، اسمح لي عبد الله تساعد. ما ودنا احنا نروح في التخصيص كثير لانه احنا نتكلم عن الشأن الاتحادي. برضو في مستثمرين في نادي الاتحاد يقول لك، هذه من مصادر صحيفه عكاظ، انه في شخصيات اتحاديه تنوي الاستثمار في النادي العميد وتتجه لرفع مقترحها للهيئه العامه للرياضه من اجل تزكيه مجلس اداره نادي الاتحاد الحالي برئاسه المهندس حاتم بعشن، مع إضافة بعض الأسماء للمجلس. يهدف المستثمرون الاتحاديون لاستمرار إدارة باعشن بعد أن نجحت في تقديم عمل خرافي بشهادة رئيس الهيئة العامة للرياضة، والمستثمرين الاتحاديين يسعون لتوفير مبلغ مالي كبير من خلال شيكات مصدقة تدخل في حساب النادي لسداد ديون العميد وتهيئة البيئة الجيدة للعمل للإدارة الحالية. شو رأيك فيها أستاذ مصلح؟ تشوف أنها خطوة جيدة لو ما نجحت الانتخابات الإلكترونية؟ شوف، الانتخابات الإلكترونية راح تنجح بإذن الله، أنا متوقع بالذات في الاتحاد راح تنجح، لأن جمهور الاتحاد جمهور عاشق صحيح، وأعتقد أنها راح تنجح بشكل ملفت، بتحل أشياء كثيرة، بتحل أمور كثير. ولكن مثل ما تفضل أخوي سلطان، بالنسبة للشيكات وأعضاء الشرف مع الأسف ممكن تكون وعود، شيكات مصدقة ممكن يكون يعني أنت رئيس نادي وأكيد عندك أعضاء شرف تعبت. فأعتقد أن الخطوة هذه بالنسبة للانتخابات الإلكترونية لابد أن تفعل في نادي الاتحاد، وإذا كانوا يرغبون في الإدارة اللي احنا كلنا أمانة أنا أول شخص أتمنى أنها تستمر، قدمت الشيء الكثير يا أخي عليهم أن ينتخبونهم من خلال الانتخابات الإلكترونية. يعني هذا ما أنا ما ممكن مثلا أنا كعضو شرف أجي أحط مثلا 1000 ريال، يعني أعتقد أنها مفتوحة، مش أنك تجي حط اللي تبغى، حط 200,000 مليون 10 مليون، وادعم الإدارة هذه من خلال اللي هي الانتخابات الإلكترونية. أما أني أجي الآن بعد الفترة هذه وجالس يصارع، معليش احترامي للأعضاء الشرف، إذا كانت صحيح الخبر هذا الرجل يصارع له سنتين وجالس في مشاكل تسديد ديون ونقاط، وتجيني الحين الرجل يوم بدأ يعني فيه خطوة جيدة أنا في وجهة نظري لنادي الاتحاد، تجي الآن تقول لا تستمر؟ أوكي تستمر، أنت تدعمها من خلال الانتخابات مع جمهورك مع اللي موجودين، وأعتقد أن الدخل إذا أنت فعلا تبغى تقدم مثلا كل عضو شرف 100 مليون مثلا أو 50 مليون، حطها مع الانتخابات الإلكترونية. ساكن اللي يتكلم عنه الأستاذ علي هذا أمر ثاني، هو يتكلم في الخبر بأن المبلغ اللي راح يدفع هو سيكون يعني ضمن التخصيص. إيه هو يبغى يستثمر. إيه. في فرق بين الكلام اللي أنت قاعد تقوله وبين ال. إيه هو في استثمار بالنسبة. هو استثمار مستثمرين طبعًا. يعني أنا ما راح بدفع 200 مليون أو 300 مليون. لا في استثمار. الآن لمجرد إني أنا بدفعها، لا هي جزء من مبلغ التخصيص. تخصيص. يعني. وهذا اللي إحنا نقوله الآن. الآن أي عضو شرف ترى ما راح يدفع، في خصخصة جاية الآن يقول لك وفر فلوسك وبعدين ممكن ندخل. أما الآن أدفع. أعتقد الفترة الحالية لنادي الاتحاد هي الانتخابات الإلكترونية. هذا الحل. أنا في وجهة نظري. هذا يبدو إذا تذكرون تصريح الأمير عبد الله بن مساعد بعد اجتماعه. قبل فترة بحاتم باعشن
كان في تصريحه قال انه خرجنا بشيء يعني بآلية يعني مبشرة بأنها راح تنقذ الاتحاد بدون ما يكشفون عنها. ممكن يكون هذا هو التزكية، يمكن يكون، مع أنه ذكر في بيان قبل سنة عن الانتخابات الإلكترونية في شهر 6 2016 كانوا قالوا بعد انتهاء تكليف الإدارة الحالية سيكون هناك عدة حلول، عدة حلول من ضمن الانتخابات الإلكترونية كذا. في ميزة، اسمح لي، في ميزة في الانتخابات الإلكترونية، المشجع لما يدفع المبلغ هذا ويختار مرشح. رئيس معين، لو ما وفق الرئيس هذا مبلغه ما راح يضيع، بيروح دعم لناديه اللي يحبه. ممتاز، هذه نقطة مهمة. والأرقام اللي يتكلمون عنها الحين اللي عملوا دراسات وتوقعات، يتوقعوا من 50 مليون يدخل. هو ما حسبوها، لو صار عندك 100,000 من 500 ريال هذه 50 مليون، صح؟ 50 مليون، هذه 50 مليون، فبالتالي مبلغ مو سهل. لكن شوف، اعتقد ان حتى الامير عبد الله المساعد في تصريحه الاخير اللي اعلن فيه عن الانتخابات قال كل الحلول يعني موجوده، حتى الانتخابات الالكترونيه لو لم تكن نتائجها ايجابيه لن ناخذ فيها. فبالتالي هو البحث عن الحلول المناسبه لنادي الاتحاد. والله اذا في 3 4 5 6 10 اي رقم من رجال الاعمال اجتمعوا وقال والله احنا بندفع مبلغ وقدره لهذا النادي للاستثمار والتخصيص اللي راح يكون بعد 3 شهور او بعد 4 شهور، وهم بي يعني خلينا نقول بيستعجلون الخطوات هذه بالمبلغ اللي لهيئه الرياضه ترى بان هذا مناسب بحكم انها هي تمثل الدوله، وترى بان هذا المبلغ مناسب لنادي مثل الاتحاد وسيحل مشاكل الاتحاد كله وسيكون الاتحاد اول نادي يتم تخصيصه، فليش لا؟ بالعكس، يعني اي حل ممكن ان 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 في يساهم في صحيح. في يعني في حل المشاكل وايجاد البيئه المناسبه. يا اخي اعتقد الشارع الرياضي الحين الاتحادي بالذات كلهم يعني مجمعين على المهندس حاتم باشا في الحلول اللي موجوده. ايضا لا ننسى بصراحه وقفه الامير عبد الله بن مساعد مع نادي الاتحاد، مع رجالات نادي الاتحاد، ايجاد حلول كثيره لهم، وهذا يعني ما مستغرب عليه بامانه. وجد حرب مهندس حاتم بعشن توقع؟ شوف الانديه لابد، لانه هو تكلم في 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 فتره وقال ساعقد مؤتمر صحفي نهايه الموسم ساوضح من خلال العمل الذي قام به منذ رئاسه الاتحاد، مبين انه سيكشف عن الاشخاص اللي قاموا بتوريط نادي الاتحاد بالديون الماليه الضخمه، مبينا ان تلك الديون جاءت في السنتين ونصف الاخيره. يعني الرجل يقول خلاص وأن صبره قد نفذ من الاتهامات والتشكيك اللي وجده في الفترة الأخيرة من قبل بعض الاتحاديين. في واضح أنه في حرب على المهندس. شوف في حرب، برغم أنه رجل يعني قاعد يبذل جهد. شوف في حرب، وعندنا إشكالية الحقيقة في الأندية، يعني أي إدارة تطلع مع الأسف ما يبين يعني ديونها ومن هي عليها. صحيح يا أخي، ما فيها شيء. لا بد يكون كل شخص، مثلا انا مسؤول الحين في نادي نجران رئيس، لازم اتحمل الاشياء هذه اللي موجوده فيه. اذا بطلع مثلا الهيئه تبين مثلا الديون ومن الرئيس اللي موجود من سنتين من 3 من 4، ما فيها شيء، على اساس حتى الجمهور يعرف. لكن الاتحاد الان فيه ضبابيه، واحنا نعرف كلنا في عهد اداره يعني معظم المبالغ اللي احنا شايفينها الان في عهد اداره ابراهيم البلوي حسب ما هو موجود الان يعني الظاهر. فأعتقد الأشياء هذه لابد أنها، يا أخي ما فيها شيء. أنت يا إبراهيم بلوي عملت بس ما وفقت، مصلح مسلم عمل في نادي نجران بس ما وفقت، جاب لاعب الفلاني ما كان بجيد مبلغ كبير، ولكن لازم تعرف الأشياء هذه مسبباتها. أما أنك تجي حاتم بعشن يعمل ويتعب وضغوطات وديون وسفريات وتجي يا طويل العمر عادك تحاربه بعد، هذه إشكالية كبيرة. جماهير يعني كانوا عاتبين عليه في فترة ماضية، من فترة من الفترات. فلا بد الهيئة، وأنا متأكد من الشيء هذا، وأنا جلست مع الأمير عبد الله بن مساعد أشياء تخص النادي عندنا، الحقيقة الرجل حريص كل الحرص في السنوات القادمة على أن كل إدارة تكون مسؤولية من ديونها، حتى إذا طلعت أنها تكون مثبتة مثلا على الإدارة اللي استقالت أو انتهت فترتها. هذا شيء لابد منه. كان في ابراء ذمه من الادارات السابقه، لكنه الظاهر انه حبر على ورق. لا ابراء لا بد، بالتالي يعني يفترض انه رئيس جديد. شوف لو تسمح لي استاذ علي، انا ضد تصفيه الحسابات، من يبحث عن الحلول لا يثير المشاكل. صحيح. انت يعني الان الاستاذ حاتم
بعيشة المفروض أنه يبحث عن حلول لناديه وليس إثارة المشاكل في النادي. تصفية الحساب هو ما تكلم بالعكس ممكن يعني ما خلوه يشتغل لا أنت تقول في نهاية أنت تقول في نهاية الموسم سأكشف وسأصلح وسأفعل، هذا ليس من إيجاد الحلول للنادي. النادي الآن يمر بأزمة، الأزمة هذه تحتاج إلى تكاتف. وإذا كان حملوني إياها كرئيس نادي أنا علي ليش حمد. ما تحلها ممكن فيها ضغوط اللي, اللي يبحث عن الحلول لمصلحة الكيان سيتحمل. يعني احنا نقول ان هم لم ياتوا يعني خلينا نقول يطلع الجمهور فهمني بس فيما اعتقد انه يطلع الجمهور الاتحادي على الوضع ما هي مشكله يكشف لهم الوضع لكن يعني بعد ما شو اللي صار وش اللي بعد ما تنحل المشاكل فيها. هذه اداره مكلفه وليست اداره منتخبه. الاداره المكلفه تختلف عن اداره المنتخبه. الاداره المنتخبه هم اتوا بطوعهم ورشحوا انفسهم وتم انتخابهم، ولكن مثل الاستاذ حاتم باعشان ومثل رحمة الله عليه الأستاذ أحمد مسعود هم تم تكليفهم بهذه المهمة لعمل دور معين وهو يعني إيجاد الحلول المناسبة للأزمات اللي يمر فيها النادي. الآن هذا وقت الحكماء، والحكماء دائما يبحثون عن الحلول بأقل الخسائر، وهذا هو الواجب اللي مطلوب منه من إدارة حاتم باعشان وأي إدارة تأتي لإدارة أزمة. نحن الآن نمر بأزمة، إدارة الأزمة دائما تحتاج إلى حكمة، والحكمة دائما تقول ألا تثير المشاكل، اعمل بصمت وأدي الدور اللي مطلوب عليك بكل أمانة، ثم بعد ذلك عملك وما قدمته هو من سيكون شهادة النجاح اللي الكل سيقتنع فيه. طيب عبد الله أخيرا عن المهندس حاتم باعشان وما قدمه مع نادي الاتحاد في الفترة الماضية كيف تراه؟ طبعا هو عالج كثير من القضايا، واكيد بدعم اعضاء الشرف، يعني من وين بيجيب بيعالج اكثر من قضيه، وقال كل ما حلينا موضوع وسددنا طلعت لنا قضيه اخرى. طبعا الصراع في نادي الاتحاد صراع يعني اصبح ممل يعني جدا، وانا اتمنى استعجال موضوع الانتخابات الالكترونيه وانه تجي اداره جديده منتخبه ويتعالج موضوع النادي من حيث الديون. وانا يعني من هو سبب الديون اللي في الاتحاد؟ سبب الديون من إدارة إبراهيم البلوي اللي قبلها أكيد، أن القضايا اللي صارت زي موضوع ما في أعضاء شرف شاركوا فيها. لا 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 قصد شوف أنا بقولك لا موضوع أعضاء الشرف شوف أنا بقولك شيء. أنا لما أكون أنا رئيس نادي وأقبل إنه عضو شرف يجيب لاعب بمبلغ كذا وأتحمل، أنا رئيس النادي أنا المسؤول أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الجمهور، أنا رئيس النادي. فهمت قصدي؟ يعني انا مو معقول ان والله كل ما جاء عضو شرف قال هذا لاعب ب 100 مليون ولا 50 مليون ولا 20 مليون، هذا 10 كذا مبلغ معين بسيط انا دفعته والباقي مرتبات واتقبل انا، في الاخير اقول عضو الشرف. اعضاء الشرف ما اقول كلهم ايجابيين. خلاص اتفقنا خلاص. ايه ما هو كلهم ايجابيين، انا المسؤول الاول ادارات الانديه. رئيس النادي. ادارات الانديه، لكن من اللي قوم هالانديه؟ من اللي وضع؟ من اللي قوم؟ ليش الاهلي كيف جاب الاهلي بطوله الدوري؟ جابها رجاله اللي يراس مجلس اعضاء الشرف شخصيه داعمه له ومحتضنته. هو شخص واحد. شخص واحد طيب عضو شرف. في نادي الهلال روح اسال رئيس نادي الهلال لمن تعز وكذا بيقول لك اعضاء الشرف. لازم يقول اعضاء الشرف. طيب يقول ليش؟ لا يعني مجامله لهم؟ لا هي اكيد لازم. يقول لهم هم ما سووا شيء. ما تقدر تقول الرجال يدفع من جيبه بيقول انا اللي ما دفع اليوم دفع. ودفع قبل 10 سنين، فانا ما اقدر اقول انه ما دفعت، لكن اقول لك الاطار المجلس اصبح من تركه الماضي يجب أن انا اتمنى ان يكون ان تكون انديتنا جاهزه للتخصيص، احنا نحتاج الى بيئه، نحتاج الى احترام اول شيء الجمهور، جمهورنا جمهور الانديه هذا اذا وجد الاحترام والبيئه المناسبه نجي نتكلم عن انك تفسح المجال وتترك وتخليها تدعم هي بنفسها، وان هي تقبل على الرياضه وتحضر في الملاعب وتجد البيئه المناسبه وتجد. انت شايف وش اللي صاير الحين في بعض المباريات؟ مشجع معه علم يمنع من الدخول بدون سبب معين. نادي في الرياض اذا بيلعب مباراه في جده ما يلقى نفس التعامل اللي في الرياض والعكس. ما في وضوح. لابد يا اخي الانديه وجمهورها يجد الاحترام، ترى عندنا مشاكل كثيره. واذا كان التخصيص هو الحل لها كويس، انا اتمنى انه انديتنا تكون مهيئه للتخصيص. الحين شوف ايش معنى التخصيص؟ ايش
ايش معنى التخصيص؟ التخصيص ان ان ان, أن تصبح هذه المنشآت شركات مستقلة، مؤسسات وحوكمة وعمل منظم بعمل مؤسسي. العمل العمل المؤسسي اللي يقوم على 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 على, على, على الاستثمار لا يقبل العشوائية او الامور اللي انت تتكلم عنها، لان هذه مستقلة بذاتها هي قادرة على تأثر على استثماراتها وعلى دخلها. فبالتالي انك انت تنتقل الى مرحلة احترافية اعلى يجب ان تخصص. حتى المنشآت اللي انت تتكلم عنها من ملاعب ومن مدن رياضية هذه كلها سوف يتم تخصيصها عشان تصل للمستوى اللي انت تتكلم عنه. ان شاء الله نتمنى ان تكون البيئة مساعدة، ويكون مثلا احنا عندنا ملاحظات على الاتحادات، على اللجان، على هيئة الرياضة والتعامل مع الأندية، على أشياء كثيرة. يعني أنت حتى علشان بعد الجهات الرقابية اللي تراقب مؤسسات وتراقب عمل منظم وتراقب أندية فيها متفرغين محترفين في الاستثمار وفي الإدارة وفي كذا وفي كذا، عندنا نقص ترى كبير. طيب يعني نروح لمحورنا الثالث، حي هو مشترك مع الجزئية هذه ونتكلم عنه بتفصيل أكثر عشان ما يأخذنا الوقت. المحور الثالث طبعا رغبة رئيس نادي النصر في الاستقالة من رئاسة نادي النصر، والتي أعلن عنها الأمير فيصل بن تركي، وأيضا في اجتماع مع رئيس هيئة أعضاء الشرف بنادي النصر يوم الخميس 13 أبريل، أعلن الأمير مشعل بن سعود أن الأمير فيصل بن تركي يرغب في الاستقالة من منصبه كرئيس لمجلس إدارة النصر بنهاية الموسم الحالي، ويهيب رئيس هيئة أعضاء الشرف بنادي النصر بمن يرغب بتولي رئاسة النادي بالتقدم قبل شهر أبريل. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع الأمير فيصل بن تركي الذي أكد أنه سيظل داعما لناديه مع أي رئيس قادم. وذكر الأمير مشعل في تصريحات موقع الرسمي للنادي تم بثه على حساب النادي في تويتر: اجتمعت مساء أمس مع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي رئيس النادي، وتم النقاش عن العمل في المرحلة السابقة بجوانبها الإيجابية والسلبية، وناقشنا جميع الأمور المتعلقة بحاضر النادي ومستقبله. وأكد لي الأمير فيصل رغبته بالاستقالة من منصبه كرئيس لمجلس إدارة النادي نهاية الموسم الحالي، مؤكدا أنه سيكون داعم لأي رئيس قادم يتولى إدارة النادي. وهاب رئيس هيئة أعضاء الشرف بمن يرى في نفسه الرغبة والقدرة على تولي رئاسة النادي بالتقدم لحمل هذه المسؤولية في موعد أقصى نهاية شهر أبريل. طبعا أكد الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر أن الديون المتراكمة على النادي ليست عائقا أمام أي مرشح يرغب في التقدم لرئاسة النادي، وقال أن النصر نادي كبير ومهره غالي جدا، كاشفا عن أنه دفع أكثر من 280 مليون ريال، كما أنه نجح في تخفيض الديون بنسبة 25%. أيضا الأمير فيصل بن تركي يقول: أتمنى أن يأتي شخص لكي يكمل مسيرة النادي، لكن لا يتوقع أن يأتي ويجد الديون على النادي صفر، فنادي النصر مهره غالي. وأيضا تواجه إدارة نادي النصر صعوبة كبيرة في الحصول على الرخصة الآسيوية بسبب 100 مليون ريال مطالب النادي بتسديدها حتى يجتاز شروط الرخصة التي تتيح للفريق المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل. وأيضا هناك ديون عن تسجيل أو ما يعيق النصر عن تسجيل اللاعبين المحليين والأجانب في الصيف المقبل مبلغ 70 مليون ريال تقريبا، وربما يتم تخفيضها إلى 45 مليون ريال في حال موافقة بعض اللاعبين على تأجيل استلام مقدمات عقودهم كما حدث قبل فترات في التسجيل السابقة. طيب أستاذ مصلح، رحيل الأمير فيصل بن تركي كيف تراه على نادي النصر مستقبلا؟ والله شوف، أعتقد أن الأمير فيصل بن تركي عمل وأنجز وحقق بطولات، ولكن الموسم هذا أعتقد أن فيه هناك عوامل ما ساعدته. أيضا الجمهور كان له دور يعني في عملية ضغط على الأمير خلال ما شاهدنا من وسائل الاتصال، ضغط على الرحيل فالأمير فيصل بن تركي بكل أمانة يعني عمل واجتهد، ولكن هناك ديون على النصر. يعني أنا أعتقد أن مصير نادي النصر إذا ما كان هناك تكاتف من الجميع من أعضاء شرف ومحبين، أعتقد أنه راح يعاني معنا نادي الاتحاد لو راح الفيصل بن تركي. فأعتقد أن وضع النصر راح يكون نفس وضع نادي الاتحاد، مشاكل. أنت تشوف من الأفضل بقاء الأمير فيصل
ولا والله الرحيل وترك المجال لي والله شوف اعتقد يعني ان امير فيصل بن تركي الموسم اللي مضى قدم استقالته وما حد تقدم حسب اللي شاهدناه، والرجل يعني زكي لاربع سنوات. فالموسم هذا من خلال الضغط ومن خلال الاشياء اللي شاهدناه، خساره كاس ولي العهد، رحيل زوران، عبد الله العمراني، الاشياء هذه كلها اثرت على النصر، اثرت على الاجواء الصحيه داخل النصر، صارت اجواء بصراحه يعني غير صحيه انا من خلال ما نشاهد هذا الشيء. اي رئيس يعمل اعتقد انه بيكون فيه ضغط عليه، ضغط كبير حتى نفسيا. ولو نشاهد مباريات النصر الاخيره، منا في المركز الثاني الان في الدوري، لعب على نهائي كاس ولي العهد، فيه عزوف جماهيري كبير في المباريات الأخيرة للنصر، يعني عزوف يعني ما كان من سنوات يعني سابقة. حتى والنصر كان في أسوأ حالاته ما شاهدنا مدرج النصر باللي شاهدناه الآن. والله يشوف هذا شأن نصراوي صراحة، احنا ما نقدر ان احنا مثلا نقول استمرار الأمير فيصل بن تركي من عدمه، لابد من إيجاد حلول وحلول سريع لحل ديون النصر ومشاكل النصر، أيضا رئاسة النصر في أسرع وقت وقبل نهاية الدوري أو بداية الموسم القادم. لأن لو استمر الوضع على الوضع الحالي مثل ما تفضلت، هناك مبالغ كبيرة، 100 مليون إذا يبغى الرخصة الآسيوية، 70 مليون إذا يبغى يسجل، هذه مبالغ كبيرة، لابد يكون فيه هناك التفاف شرفي، عودة أعضاء الشرف الداعمين. وأعتقد أن البيت النصراوي محتاج إلى لم الشمل. عبد الله، رحيل الأمير فيصل بن تركي سيؤثر على النصر؟ يعني من الصعب انه ياتي شخص اخر ويرشح نفسه للرئاسه والفريق عليه ديون، وبالتالي ستطالب هيئه اعضاء الشرف ببقاء الأمير فيصل بن تركي واستمراره مع الفريق. والله شوف، بالنسبه طبعا الديون لا شك انها بتكون يعني مصعبه لمساله انه رئيس نادي يعني يقدم بسهوله. لابد انه طالما الامير مشعل في بيان يعني كشف انه الامير فيصل بن تركي ابدى عدم رغبته في الاستمرار، فخلاص انا لو طلب مني رايي في استقاله فيصل او عدمها وش وضع، كان ممكن اعطي راي مختلف او يحتمل اشياء، لكن طالما ابدى عدم رغبته فخلاص. لانه من العام الماضي وهو كان عنده رغبه في الاستقاله. نعم ساكن، في فرق بين الرغبه في الاستقاله ورغبه في عدم الاستمرار. لا، لان العام الماضي الامير قدم استقاله، قدم استقاله صريحه مشروطه، قدم استقاله، لا استقاله ورفعت الهيئة الرياضه، بس كنا مشروطه بان يتقدم. ما حد تقدم. لا مو بصحيح. لا 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 لا، هو استقال وعيد في اجتماع لاعضاء الشرف، هو مستقيل في الاجتماع حتى، خلاص مستقيل. طيب ليش رجع؟ رجع لما الامير مشعل كان فيه اذا تتذكرون، انت اخبر يعني، انت يمكن متابع للشان النصراوي اكثر. انا يعني اتذكر الفتره دي، ما هي بعيده يعني، فتره قريبه كان اجتماع تقدم فهد مطوع وكان في بعض يعني الكلام اختلفوا على الـ على الـ 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 الفلوس يعني، انا اشيل نسبه كذا وانت تشيل نسبه كذا. هو في النهايه، في النهايه اعضاء الشرف لما اجتمعوا حتى الامير فيصل رشح عبد الله العمراني انه يكون رئيس في تلك الفتره، ما تم عيد الموضوع النقاش واقنع الامير فيصل بانه يستمر. الرجل ما عنده رغبه، طالما ما عنده رغبه، وانا قلت في اكثر من مناسبه انه الهمه لدى اداره النصر لم تعد كالسابق، الهمه في العمل، في الصفقات، في الجهد، الاعداد. وش السبب؟ الاعداد للموسم الرياضي. الصرف تغير الحين، تعرف الحين تتكلم عن يعني هو بيقول في دفع 280 مليون 280 مليون يعني تتكلم في 6 و7 سنوات، مبلغ مو بسهل. لو وفرها في جيبه للتخصيص احسن. لو تتكلم عن يعني الان اي نادي بيجيب بطوله يعني لازم تعرف انه دافع من ال 150 مليون وفوق في السنه. فهو ما قصر كرجل خدم نادي النصر، ما حد يختلف عليه. صحيح، احنا نتابع ونعرف نادي النصر. قبل مجيء فيصل بن تركي كان النادي يعني لا شيء، يعني حتى الصاله الرياضيه اللي يتدربون فيها حديد ولا صاله الحديد ولا الاشياء
الأشياء البسيطة هذه كانت يعني غير مجهزة، تحول إلى نادي ينافس على ضم أبرز النجوم، وفعلا أصبح لاعبين النصر معظمهم يعني يستحقون ارتداء شعار المنتخب، وأحرز بطولتين دوري وكأس ولي العهد، وأعاد النصر إلى قمة الكرة السعودية في فترة تعتبر وجيزة. لكن أنا ضد إنه والله لو رحل الأمير فيصل بن تركي وش بيصير للنصر، وكأن النصر يعني سيضيع أو لا، لن تقوم له قائمة إلا بوجود هذا الرجل. هذا غير صحيح، نادي النصر نادي كبير وكيان عظيم، وهو اللي طلع على الأمير فيصل بن تركي وأخرج الأمير عبد الرحمن السعود رحمة الله عليه، وأخرج نجوم وكفاءات إدارية ومدربين لكن احنا عبد الله ما نتكلم حتى في الفترة هذه نتكلم عن الديون. من هو يعني اللي بيجيك ويقول لك والله أجي وعلي ديون ندخل في أزمات؟ هذا بيعطل عملك، عمل كرئيس نادي، منهجيتك اللي تبغى تنفذها. هذه طويل عمر مهمة، هذه مهمة الآن أعضاء الشرف، مجلس الشرف. طالما الأمير مشعل أعلن، أنا دائما أقول النادي اللي عنده شخصية كبيرة في الفترة الحالية، شخصية كبيرة مثل الأمير مشعل بن سعود، مثل الأمير خالد بن عبد الله، مثل هؤلاء بإذن الله يعني قادرين على حل مثل هالأزمات. يعني يمكن ما يحلونها مباشرة بطريقة مباشرة، ولكن بعلاقاتهم الشخصية بكلمتهم المسموعة. يعني أنا أتمنى أنه هيئة الشرف برئاسة الأمير مشعل أن هي التي تعمل وتبادر في البحث عن رئيس قادر. أولا بحصر الديون، لابد أن يطلب من إدارة نادي النصر في أسرع وقت حصر الديون الموجودة، وما هي الديون العاجلة والالتزامات اللي عليه. نعم، الالتزامات العاجلة السداد، الالتزامات اللي على مدة طويلة، حل الإشكالية هذه. فأنا أقول أنه بالنسبة للأمير فيصل بن تركي رجل قدم وكثر الله خيره، وإذا كان بيستقيل فهو أحد رموز النصر اللي لن ينساه التاريخ النصراوي، وفي نفس الوقت النصر سيستمر بعد الأمير فيصل بن تركي بوجود جماهيره الكبيرة وبوجود أعضاء شرفه، اللي يعني نتمنى إن شاء الله أنه يعالج الموضوع هذا في أقرب فرصة، حتى يكون الاستعداد للموسم الجديد يعني مناسب، ولا يكون هناك يعني تعطيل ولا إشكاليات اللي دائما نشوفها في فترة رمضان وما بعد. صحيح. رمضان يكون في هذه فترة معسكرات خلاص. نعم. يعني نهاية الموسم للموسم القادم معسكرات وتهيئة للفريق الموسم القادم. سلطان والله شوف يعني يمكن أنا ست دقائق أو سبع دقائق يمكن أنا لست يعني خلنا نقول ماني بمن يعلم بخفايا نادي النصر وما يحدث فيه، ولكن بحكم نحن موجودين في الوسط الإعلامي نسمع ونتابع ونشاهد، ولكن في النهاية يعني ليس من الوفاء أن ننكر يعني مجهودات الناس وعملهم وتضحياتهم وإنجازاتهم. للأسف اللي قاعد يوضح الآن أن هناك من يريد أن يهدم كل ما قدم الأمير فيصل بن تركي، وهذا خطأ. صحيح. وفي طرف آخر يعني، وأنا أثني على كلام الأستاذ عبد الله، في طرف آخر يريد أن يوهم بأن هذا النادي سينتهي برحيل هذا الشخص، وهذا خطأ. ففي اللي هنا يعني زادوا في التشاؤم، واللي هنا يعني الوفاء عندهم صفر تماما. احنا يجب ان نكون في منطقة النص. الأمير فيصل بن تركي رجل يعني من يقول بأن لم يقدم شيء فقد هضم حقه، واللي يقول والله انه يعني ساهم برضو هضم حقه. هذا الرجل أعاد هذا النادي إلى يعني أوج المنافسة، وبالعكس أنا أقول بأن أحيا الكرة السعودية بيرجع فريق النصر منافس على الدوري وعلى البطولات، أعاد التوازن لها. يعني كنا نشوف أول هلال واتحاد فقط، في السنتين الأخيرة صرنا نشوف هلال واتحاد ونصر وأهلي يعني يتصارعون ويتنافسون على مصالح الدوري، اي على على على, على كل البطولات، وهذا يعيد قوة الدوري السعودي ويعيد أيضا قوة كرة القدم السعودية على مستوى الداخلي والخارجي. الأمر الثاني أن الصراع الشرفي دائما يصنع مثل هذه المشاكل. ف
في النصر هناك صراع شرفي واضح، وإذا تبغى تشوف الصراع الشرفي هذا ناظر للمنصات الإعلامية وتشوف من معه ومن ضد، أصبح في فريقين هنا وهنا. ولكن في النهاية احنا دائما نعول على الحكماء اللي يستطيعون ان يجمعون الكلمة ويجمعون الصف ويوحدون الجهود والعمل مهما كان الاختلاف. اتوقع بان الامير مشعل بن سعود مثل ما ذكر الاستاذ عبد الله في السنوات الاخيره اصبح يعني تواجده في المشهد النصراوي تواجد قوي جدا، استطاع ان يعيد يعني رجالات هذا النادي للاجتماع من اول وجديد، يعني ايجاد التجانس بينهم. وانا اتوقع بان نادي النصر عنده شخصيات الى الان يعني لم يتم استثمارها بالشكل الصحيح او لم يتم استيعابها بالشكل الصحيح، هي محبه للنادي قادره على الدعم المالي والدعم المعنوي وتدعم انديه كثير، فبالتالي يجب ان يتم يعني استقطاب الشخصيات هذه من الساحل الشرقي الى المنطقه الوسطى في العريجه ويحاولون. ليش حددت الساحل الشرقي يعني؟ يعني هم هناك يعني مؤشرات. عندك معلومات؟ طيب يعني قلت لك انا ماني ما ودي انا اتكلم في معلومات يمكن ما تكون صحيحه، لكن سعد ما دام قلت الساحل الشرقي يجون هنا معناته عندك يعني معلومات صحيحه. بس هو سلطان كانه يقول الحل في برضه في اعضاء الشرف، يعني رجعنا الموضوع. هو الحين ما عندك خيار. لا لا دقيقه، مو هو في اعضاء الشرف، في الامير. انا قلت بالنص شخصيات، قلت رجالات النص، يعني واضح انك تبغى تطلع من الموضوع. بس انا اتكلم عن رجالات الامير مشعل بن سعود الشرف بكل دور وانا خصخصه. لا 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 لو اسمح لي، وانا متاكد ان في شخصيات تعمل في النصر الان وتدعم النصر ولا مشجع ولا ترى. شوف كلمه رجالات وشخصيات وداعمين وفاعلين كلا اعضاء شرف النقصان. لا لا ما انا ما ابغى اقول اعضاء شرف. طيب عن ضد اعضاء الشرف نشوف انه الخصخصه، احنا الحين مو يعني بس النصر او الاتحاد اللي عليها ديون، جميع انديتنا عليها ديون وتعاني. حتى يعني امس قاعد اقرا خبر انه نادي الاتفاق يسعى الى سياسه التقشف عشان والله لا يقع في الازمات. خلاص في انديه شافها وشاف الازمات اللي هي تمر فيها، فبدا يعمل سياسه التقشف. شوف بالتالي السنة هذه بالذات والأشهر هذه هي حساسة، ويمكن احنا تكلمنا فيها أكثر مرة وقلنا لن يأتي شخص يريد أن يستثمر في نادي النجران مثلا ويدفع السنة هذه 10 مليون ولا 20 مليون والخصخص هو يعرف أنه بعد شهرين ثلاثة شهور. أجل كان الله بعون رأسه الأيام هذه بتكون فيها صعوبات كثير. وترى على فكرة الأندية الكبيرة واستثني النادي الأهلي منها، الهلال والنصر والاتحاد، ترى 90% من ميزانياتهم السنة هذه تعتمد على الدخل الاستثماري للأندي، وترى عندهم دخل استثماري. يعني لا نقلل من المبالغ المالية اللي تضخ على الأندية في السنوات الأخيرة من الاستثمار. يعني أقل نادي ترى يتخلف السنة 80-70 مليون، الرقم هذا مو نقول سوء إدارة، مو سوء إدارة في تصرف في هذه الأموال. احنا من زمان نقول الدخل عالي وطريقة صرف هذا 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 المال في خطأ فيها. يعني أنا لما أجدد مع اللعيبة بمبالغ كبيرة جدا هذا خطأ. أنا لما أحضر لاعبين أجانب ولا يقدمون مستوى أو ما يستمرون شهرين وثلاثة، وبعضهم ما يستمر حتى يعني ما يكمل معك ربع الموسم يتم الاستغناء عنه، هذا تصرف. في أحد الأندية عنده مدرب والمدربين العقد أيضا العقد الشرط الجزائي في عقده 30 مليون، بالتالي يعني كان مجبر على أنه يستمر معه وراتبه يعني ما يتقاضى في السنة 7 مليون. ليش يوافق؟ لكن شرطه الجزائي 30 مليون، بالتالي ليش كبل النادي أصلاً؟ ليش يوافق إن يحط 30 مليون هذه؟ من المدرب هذا اللي من المستفيد من الشرط الجزائي هذا إلا إذا كان مدرب يعني الكل يبحث عنه والكل يسعى له. إذا الحل في الخصخصة، نشوف إنه هذه مشاكل قبل الخصخصة، وحتحلها الخصخصة عبد الله؟ تشوف إنه الحل؟ والله شوف طبعا الخصخصة أكيد إن من أهم الأشياء اللي يعني ما راح نشوفها اللي هو القرارات العشوائية. القرارات العشوائية يعني والدفع طبعاً بشكل عشوائي طبعاً واللي يعاني منها رؤساء الأندية. بيكون العمل فلوس الحين أنا بدفع من جيبي أبغى أدخل ربح. كل عمل منظم بيكون في حوكمة إلكترونية، حوكمة
يعني في 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 القرار بيكون يعني في وضوح، بيكون عمل مؤسسي، بيكون متفرغين في الاستثمار. عن 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 الأندية الحين اللي يعمل فيها إداريين غير متفرغين، صح، متطوعين، غير متفرغين، يديرون لاعبين محترفين. هذه وهذه من أكبر هذه من المشاكل، من أكبر المشاكل. طيب احنا خلاص يعني ما بقى لنا أقل من نص دقيقة. أستاذ مصلح، كان الله في عونكم بصراحة كرؤساء أندية. يمكن الأندية اللي في الدرجة الأولى مصروفاتها أقل، بالتالي يعني ولو أنه الحمل واحد يعني والهم واحد. أقدر أصير عضو شرف عندكم؟ الله يحييك، بالعكس. كم العضوية الشرفية؟ شرفنا. لا قليلة. إيه نقدر عليكم. أهم شيء تدفع بس، مو بكلام. لا بد يبشر ما يمنع. الله يعطيك العافية أستاذ مصلح المسلم، إحنا شاكرين لك لحضورك برنامج الجلسة، والحديث معك كان شيق يعني، وبالتوفيق إن شاء الله النجران والجميع الأندية السعودية في تواجدها في الدوري السعودي. سعيد لتواجدي معكم ومع الأخوان الزملاء الإعلاميين الكبار، والحقيقة أنا أكثر سعادة بوجودي اليوم. حياك الله، شرفتنا والله. شكرا أيضا للإعلامي رياضي سلطان الديف، يعطيك العافية ومشاعرك. يعطيك العافية أستاذ علي، وترى جمعتنا بالأستاذ عبد الله ترى يمكن من 11 أو 12 سنة ما تقبلنا، احنا كنا في الميدان سوا كصحفيين، ولكن جمعتنا القناة الرياضية هي دائما تجمعنا بالطيبين. عبد الله الفرج الإعلامي الرياضي، شكرا لك عبد الله، نورتنا. شكرا لك أخوي علي، وشكرا لأخوي مصلح وأخوي سلطان، وأنا سعيد بتواجدي معكم السعادة المشاهدين. الله يحييكم. شكرا لكم مشاهدين الكرام لمتابعتنا في هذه الحلقة من برنامج الجلسة. الأسبوع القادم والاثنين القادم بمشيئة الله، 10:30 موعد جديد يجمعنا بكم، في أمان الله.